رسالة إلى عراب الإعلام السعودي وليد الفراج. كيف شفت الاتحاد اليوم يا أبو بدر؟ هل تقول شكرا للاعبين؟ هل تقول شكرا للمدرب؟ هل تقول شكرا للإدارة؟ هل تقول يا أبو بدر شكرا يا اتحاد، شكرا. ألف 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 مبروك للأمة الاتحادية وللجمهور الاتحادي اللي أثبت اليوم أن الرقم الأول في السعودية. شكرا لجميع اللاعبين، متعه برازيليه مع سعوديه. شكرا للمدرب الغير جبان وداعا كاريلي، يعني هو كان واضح انه محور الشغل. هذا الاتحاد وليد، مبروك انتي. مو واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، سته في عين العدو. مبروك الاتحاد، مبروك يا جمال عارف، ما شاء الله تبارك الله، هذا بدايه الاتحاد. اليوم والله امتعنا الاتحاد، والله امتعنا اليوم، الحمد لله. وان شاء الله دائما ان شاء الله دائما الى الامام، الاتحاد الى الامام. والله شكرا للاتحاد كله على السؤال المشاهد، لكني أنا بوجه رسالة لشخصين يعني أو ثلاثة. واحد منهم والله الصراحة تحمل، أنمار الحايلي. أنمار الحايلي تلطش، تهاجم، كره تويتر، كره الواتساب. تذكرون وش كان ينقال عليه؟ طيب الحين كلمتين طيبة يا جمهور، ها يستاهل والله أنمار، والله يستاهل. يعني اللي تحمل هو وأحمد كعكي ومعاهم حامد بعد، يعني يقول حامد جاء على آخر الضرب. الشباب ذولي مساكين يعني شافوا أيام في الاتحاد صعبة، والله برافو عليهم حتى الآن اللي صاير في النادي. طيب نرجع.